سماحة الشيخ، القول أن أهل البدع أشد من المعاصي ليس على إطلاقه قول صحيح؟ لا، ما هو صحيح. البدعة شر من المعصية مهما كانت البدعة، لأن العاصي يعلم أنه عاصي ويرجى أنه يتوب، وأما المبتدع يرى أنه على حق، ما يرى أنه عاصي ولا يتوب، ألا أن يتوب المبتدع. فالبدعة شر من المعصية، وهي أحب إلى إبليس، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية.